قال المدير العام لشركة شنغيتل في تصريح لقناة المرابطون إن الشركة اعتمدت منذ الانطلاقة مقاربة لجعل المشتركين مكونا رئيسيا من مكونات خطط وبرامج الشركة، مشيرا إلى أن أغلب منتجات الشركة التجارية والتسويقية جاءت تلبية لرغبات المشتركين. وأوضح عبد الرحمن أن الشركة تملك خدمات للمشتركين في الإنترنت فيما يتعلق بالسعة والسرعة والتغطية الجديدة، مشيرا إلى أنها تخصص جزءا من أرباحها وأموالها لدعم الصحة والتعليم في العاصمة نواكشوط وفي داخل البلاد. هو بموجب أن شركة شنغيتل سميت شنغيتل لا، وهو دورها في برنامج تنمية المجتمع. شنغيتل منذ البداية يوم 23/8/2007 إلى يومنا هذا عندها ميزانية مخصصة للعمل برنامج تنمية المجتمع وفي الأصعدة الصحية والتعليم على الأساس، من بنيان مدارس لتوزيع دفاتر لأجهزة طبية لسماعات طبية في نواكشوط وفي داخل موريتانيا.